Hello everybody, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ زي ما وعدتكم في الفيديو اللي فات ان احنا هنبدأ بالبرونانسيشن، والفيديو ده اهم فيديو في اليونت. كل يونت من اليونتس بتاعتنا في فيديو منفصل كده بعد ما بنخلص الشرح بنتكلم فيه عن البرونانسيشن وحاجة اسمها الاسسمنت او التقييم الشخصي للطالب. يعني هقول لكم هنعمل ايه. تعالوا الاول نبص على البرونانسيشن او الجزء اللي خاص بالنطق، ازاي ننطق صح. عندنا زي ما اتفقنا في اول فيديو اليونت 2 ان احنا بنتكلم على الـ أ ساوند. ايه الـ أ ساوند ده؟ زي cut, truck, cut, hot, stuck, bug, uncle. الـ أ ساوند بفتح بقي واقول أ. وكمان بنتكلم عن الـ آ أو الـ short A. cat, track, hat, stack, bag, ankle. خلي بالنا فرق ابن في النطق. طب تعالوا كده نبص على السؤال ده. هنا بيقول لي ايه؟ اقرأ الـ sound واكتبه هنا. لو هو آ هنكتبه مع تحت الـ cat هنعمل صح، لو هو آ هنعمل عند القط صح. طب تعالوا كده انتوا هتسمعوا وتعملوا تيك معايا. animal, animal. hungry, hungry. stomach, stomach, stomach. funny, funny. angry, angry. come, come. وبكده نكون عرفنا الفرق بين الـ A وكمان بين الـ A sound. الفيديو ده عامله لكم مخصوص سوري عشان جزء البرونانسيشن وجزء السلف اسسمنت او تقييم اللي انت بتقيم بيه نفسك. قبل ما اوري لكم الاجابات انا عايزه منكم دلوقتي تحلوا الميسنج ووردز دي. كومبليت ذا ووردز فور ذا فوتوز لوحديكم، كملوا لي الكلمات دي. بص على الصوره وكمل الكلمه، وبرده انا هوريكم الاجابات بس عايزاكم الاول تحلوهم لوحديكم. تعالوا كده number one is answered for you هي clever، number two polite، number three nerves، number four call، number five organized. فاكرين دي الصفات اللي كنا بنوصف بيها الأشخاص؟ organized. number six kind. وبكده نكون حلينا السؤال الأول. يلا كل واحد يدي لنفسه درجة. question 2 بيقول لي هنكمل بهو أو which أو where. برضو عايزاكم تاخدوا وقتكم وتحلوا السؤال ده لوحديكم. يلا هديكم وقت تحلوا. يلا نمبر 1 مع بعض كده، يلا حلولي عشان اوريكم الاجابات. الاجابات قدامكم اهي. نمبر 1 who, number two where, three which, four which, five who, وكمان six where. يلا كده مع بعض صحح لنفسنا، وقف الفيديو صحح لنفسنا وبعدين نرجع ندي لنفسنا درجة. يلا بينا. اخر حاجة في اليونت بيقول لي think about the unit او ايه رأيك في الدرس ده. write two things you enjoyed و write two things you learned. هتكتبوا لي هنا بقى، دي اسهل حاجة ان انتوا تكتبوا لي اكتر حاجتين عجبوكوا في اليونت ده واكتر حاجتين اتعلمتوهم وبالنسبة لكم كانت حاجات مفيدة جدا في اليونت ده.
اهم حاجة عندي question 1 و question 2 ان انا اكون مقفلهم، لان ده الجزء الخاص بالفوكاب وده الجزء الخاص بالجرامر. وانتوا عارفين زي ما قلت لكم من اول فيديو اول حلقة تعريفية ان اليونت ده مهم جدا، سوري ان البيج دي او الصفحة دي مهمة جدا لان هي فيها خلاصة اليونت. وبكده نكون خلصنا يونت 2، واستنوني بقى في الفيديو اللي جاي ويونت 3. ما تنسوش اللايك والشير والكومنت. Thank you so much and goodbye.